اهلا بيكم مره تانية معانا في البيت الكبير. الفقره دي معانا دكتور عمرو علاء، اخصائي العلاج الطبيعي واصابات الملاعب، هيكلمنا عن الطب التقويمي او الاستيوبسي. هيعرفنا هو ايه وازاي احنا نقدر نستفيد من المجال الجديد في الطب ده او في الاستيوبسي، وايه هو الفوائد اللي ممكن تعود علينا كمرضى من المجال ده. ومعانا استاذه رضوى ضيفة عزيزة، هتكلمنا عن تجربتها مع مجال الطب الاستيوبسي. أهلا بيك يا دكتور علاء. أهلا وسهلا يا فندم. عرفنا كده في الأول ببساطة وبدون مصطلحات طبية كبيرة أو مصطلحات طبية عشان نقدر نوصل معلومة بسيطة للناس، هو إيه الطب التقويمي أو الاستيوبسي؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ الأول نتكلم. يعني استيوباثي ده مجال موجود في أوروبا وأمريكا من حوالي 200 سنة. المجال دوت ببساطة شديدة جدا هو فرع من الميديسن، فرع جديد من الميديسن، بيتكلم في أنه إزاي نقدر نعالج سبب المشكلة. يعني ببساطة شديدة تانية نقدر نقولها أنه هو بيبص للجسم كوحدة واحدة. يعني أنا ببساطة بعالج الجسم ككل، احنا اي مشكلة في الجسم دي منتج نهائي نتيجة تفاصيل كتيرة حصلت سببت ان المشكلة دي تبدأ تحصل. تفاصيل الكتيرة دي ممكن تبقى جاية من اجزاء تانية من الجسم، بمعنى مثلا انه احنا بنبص للجسم كوحدة واحدة، يعني مش عظم لوحده ولا اعصاب لوحدها ولا قلب لوحده ولا قولون لوحده ولا مخ لوحده، لا حضرتك كلك واحدة وحدة واحدة. وبالتالي لما تحصل مشكلة عادة بتبقى في خلل في النظام كله، وانا لازم لما اجي اعالج حضرتك ابقى ببص لحضرتك كوحده واحده من جميع الزوايا. يعني احنا ما بنتكلمش عن العظام او الاعصاب او الغضاريف والمفاصل، بنتكلم على توتال الجسم. توتال الجسم بالظبط كده، بالظبط كده، تمام هيك. تمام. بس يعني هي دي الفكره الاساسيه اللي احنا يعني بنبص لها. طبعا ده بيخلينا دايما بنحسن حاله الصحه العامه جدا للجسم كله، بيخلينا نبص للجسم بزوايا مختلفه جدا. ما بنبصش على المشكلة فقط، بنجيب أصل المشكلة. يعني احنا دلوقتي مثلا، يعني لو حضرتك حابب نتكلم مثلا ان احنا حصل مشكلة مثلا موجودة في العمود الفقري في أي مكان زي الغضروف. لا ده عظام، هنسيبه دلوقتي. جميل جدا، أيا كان هنسيبه دلوقتي. بالزبط. أنا هسأل حضرتك سؤال بشكل مباشر. اتفضل. 99% من المصريين عندهم مشاكل مع القولون العصبي. صحيح. أنا حضرتك في الطب التقويمي بالتعريف اللي حضرتك عرفته هيقدر يساعدني في علاج الموضوع القولون العصبي؟ ده فعلا صحيح، الحمد لله رب العالمين، وده الحمد لله مجرب مع يعني مرضى كتير جدا معانا. الفكره نفسها ان احنا بنبص للجسم زي ما قلنا من شويه يعني من كذا زاويه. احنا ابسط حاجه هنبدا نسالها يعني ايه قولون عصبي الاول؟ تمام. كلمه قولون عصبي يعني القولون حصل له يعني نقدر نقول احنا بلغه الطب بتاعتنا بنقول عليه مفير، يعني مشدود. مشدود دوت نتيجة تنشن، نتيجة الجهاز السمباثاوي اللي مسؤول عن الانذارات في الجسم، هو اللي شده دايما باستمرار. تمام. وبالتالي لو احنا عرفنا ده جاي منين او الوصلة العصبية اللي جاياله منين، فبنبدأ عن طريق العلاج بطريقة ما، علاج يدوي كده معين احنا بنبدأ نظبطه، بيبدأ نبص على الفتحات اللي طالع منها الأعصاب اللي رايحة للقولون. وأول ما بنفك الفتحات دي خلاص هو قولونه بيبدأ يبدأ. بتختلف من شخص للتاني؟ ده طبعا، ده حقيقة. ده فعلا؟ دي حقيقة، دي حقيقة. يعني الوصلات العصبية لأجهزة الجسم بتختلف من شخص للتاني؟ في وصلات عامة دي ثابتة في التشريح بتاعنا، وفي وصلات تانية احنا بنبقى في ضغط عليها في اماكن مختلفة، ودي بتختلف من شخص التاني. بمعنى مثلا ان لو في حد عنده ضغط او عنده مشاكل في النفس، ده بتبقى حاجة ضغطة في صدره، الوصلة العصبية اللي نازلة للقولون بتنزل من خلال الصدر، فلو اتضغطت هنا دايما هتبقى عاملة لي مشاكل هنا كتير جدا في القولون. تمام. كويس. في ناس تانية بتبقى مشكلتها جاية من الظهر، اول ما بنظبط الظهر خلاص قولونه بيرتاح من قدام. في ناس تانية بتبقى مشكلتها جاية من الرقبة، لا الناس زي مثلا الناس اللي بتقعد على الكمبيوتر كتير او الناس اللي بتشتغل في الكمبيوتر كتير بتبقى قاعده دايما رقبتها مرفوعه لقدام، الناس دي مع الوقت بتقفل الوصلات العصبيه بتاعتها اللي طالعه من فوق من المخ، وبالتالي ده كله بيأثر على قولوني من تحت. تمام. فهي بتختلف، هي التشريح واحد عند كل الناس، ولكن اختلافه من شخص للتاني ده اللي فعلا بيختلف في حسب الوظيفه بتاعته اللي هو بيأديها او ايه المشكله اللي هو فيها. تمام. احنا يعني نوصل ازاي او نوصل للسبب بتاع المرض؟ بالظبط، سبب المرض بالظبط. طيب احنا يعني العلاج ده هو جلسات زي ما فهمت من ده حضرتك؟ ده صحيح. طيب بياخد وقت ولا حضرتك بتقدر تقيم يعني بعد قد ايه ممكن انا اظهر؟
طيب خلينا نقول احنا يعني دايما الحمد لله رب العالمين احنا بنبقى حاطين نفسنا تارجت كده انه في خلال او يعني هدف ان احنا في خلال من 6 ل 12 جلسه بكتير خالص الامور الحمد لله بتتحسن جدا بنشيل فيها المشكله واصل المشكله كمان ويمكن العيان بيحس بفرق يعني ملحوظ ولو خفيف من اول جلسه ولكن مش هنقدر نقول 100% ولو جزء خفيف من يعني التحسن لان احنا دايما الجسم عندنا بيتعالج بالوقت يعني الجسم دايما فيه فيسيولوجي فالفيسيولوجي محتاج وقت فالوقت بيبدا يتنقل من يعني بيختلف من عيان التاني ولكن بنسبه كبيره ان شاء الله في خلال اول ست جلسات بنبقى حاسين بفرق كبير جدا جدا ولو احتاجنا حاجات خفيفه بتبقى الامور الكلام ده حصل معاكي؟ حصل معايا فعلا بعد 6 جلسات حسيتي بفرق؟ انا لسه ما وصلتش للسته انا عملت 3 وكانت بدايه الموضوع كمان يعني انا لما سمعت عن الاستيوبثي او اقتنعت بيه كفكره بس كان عندي مشكله اساسيه كبيره ان الدكتور اللي بيعمل طب احنا ممكن نعرف انت كنت بتشتكي من ايه الاول؟ اولا انا عندي القولون مزمن يعني انا عندي قولون مزمن تمام وكنت وقعت زمان خالص وقعه كده جامده شويه فكانت عامله لي مشكله في العمود الفقري فكان عندي فقره متحركه تمام فكان ده دايما مخليني اولا عندي شد عضلي لان دايما معتمد بقى على عضلات الجسم اكتر من العمود الفقري نفسه فمعتمد على العضلات فدايما عامل لي صداع ورقبتي على طول مشدوده وكده وجربت علاج طبيعي ما نفعش خالص ومش عايزه اعمل عمليه جراحيه في العمود الفقري فقلت لا خلاص مش هعمل حاجه خالص يعني هتجنب الموضوع وخلاص وبعدين سمعت عن الموضوع وابتدى الموضوع يبقى بس مشكلتي ان عندي مشكله ان في دكتور هو اللي بيعمل لان هو الموضوع طبعا زي ما الدكتور بيقول هو في بيعتمد على الايد ومش عارف ايه وكده فكان بالنسبه لي صعب جدا لحد ما الحمد لله بقى في دكتوره هبه عند دكتوره عمرو في العيادات فابتدت هي تعمل لي اول جلسه رحت هي اشتغلت على القولون وبعدين قالت لي في بصي في المرايه فطبعا ما كنتش مقتنعه قوي يعني اللي هو يعني مش للدرجه دي يعني اللي هو كده بس فلقيت لا فعلا القولون هي دي انت عارف القولون بيبقى منتفخ جامد جدا كده فلقيت لا الدنيا هاديه ومش عارفه ايه وبتاع فقلت لا بس يعني طب انا هسالك سؤال بعيدا عن الدكتور عمرو وانت شغاله في الجلسات انت اكيد كنت بتاخدي مثلا ادويه للقولون او لما بيحصل القولون انا يعني ساعتها دخلت طوارئ قولون دخلت الطوارئ من كتر ما انا القولون عندي فيه مشكله تمام هل بقى قال لك وقف الادويه والكلام كلها طيب هل الكلام ده يعني لما احنا بنيجي نقول احنا هنبتدي نعالج اي مرض حضرتك بتقول للمريض بتاعك وقف كل الادويه اللي بيشتغل عليها على حسب الحاله يعني لو الحاله مزمنه بشكل كبير جدا 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 تمام يعني بيبقى من الصعب ان احنا نوقفها مره واحده يعني كده لا تمام. احنا بنسيب ادويته زي ما هو واحنا بنبدا نشتغل مع الوقت هو حالته من جوه بتتحسن وبالتالي جرعات الدواء اللي هو بياخدها بتبقى تعبان يعني تعبان فلما بيرجع تمام. للدكتور تاني الدكتور بيبدا يقلل من جرعات الدواء وبالتالي يعني كده لازم يبقى في متابعه مع الطبيب لازم بتاع لازم لازم تمام. لازم احنا بس ما حدش يفهم ان احنا بنقول لا تعالوا لنا احنا او تعالوا احنا او الاستيوبسي ده ما هتوقف كل حاجه في الدنيا بالظبط لا هو احنا فعلا بنبقى شغالين بالتوازي يعني احنا بنعالج سبب المشكله مع المشكله نفسها تمام او عاده الادويه بتشتغل على الاعراض والمشاكل اللي موجوده وبالتالي هما الاثنين مكملين لبعض تمام مع الوقت بيبدا يحصل ان الجرعات بتاعت الدواء بتبدا تهدى العيان بيبدا يتحسن ستايل حياته بيبدا يتغير بيبدا يحس بفرق مختلف تماما والحمد لله رب العالمين ده يعني كان مجرب مع اكتر من حد يعني الحمد لله طيب بما ان حضرتك قلت ان هو ان الاستيوبسي موجود في امريكا واوروبا من 200 سنه كان يعتبر هو حاجه جديده في مصر ولا بقى لها فتره برضو يعني احنا بنتكلم في حوالي اخر 5 سنين او 10 سنين بكتير يعني طب في اخر 5 سنين 10 سنين دول اشهر الحالات او اشهر الـ 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 الامراض اللي كانت بتيجي لحضرتك او ايه دايما اشهر الامراض اللي موجوده طبعا وكتير من المصريين بيعانوا منها يعني مشاكل العمود الفقري تمام ده كتير جدا 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 من الناس بتدخل يعني نقدر نقول بيبقوا موصوف لها جراحات على ان هم عايزين يدخلوا جراحات عشان يعمل عمليه سواء تثبيت او مشاكل استرسال ممكن يخليني ما الجاش للجراحه ولا لله. بيطول الوقت للجوء للجراحه لا يعني بينفيها تماما ولا حضرتك بيخلي الوقت اطول شويه؟ الحمد لله رب العالمين لا يعني بنسبه كبيره الحمد لله بيمنع ان هو يدخل جراحه الحمد لله رب العالمين وده بيحصل ازاي؟ انه لو احنا عندنا يعني ببساطه شديده جدا عندنا اي مشكله في العمود الفقري
تمام؟ تمام. يعني حضرتك تحبين انا اشرح على يا ريت اتفضل انا طيب خلينا نقول ان ببساطه جدا جدا لو احنا عندنا اي مشكله زي غضروف من غضاريف العمود الفقري مثلا في الفقرات القطنيه تمام. الغضروف ده لو حصل بيحصل ضغط على الاعصاب اللي طالعه رايحه للرجلين من تحت او رايحه للظهر من تحت تمام. وبالتالي الضغط اللي بيبقى حاصل على الغضروف ده بيبقى عامل لي مشكله. عاده الغضروف ده هو تعريفه احنا في الطب بنقول ان هو مخده ما بين عظمتين عشان تمنع الاحتكاك تمام. طيب امتى المخده دي تطلع من مكانها؟ ده يحصل اذا حصل ان في يعني التوزيع القوه اللي نازل على المخده دي ما كانش مظبوط. وبالتالي لو المشكله لو انا مثلا لفيت العمود الفقري من فوق جدا 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 لغايه ما وصلت لغايه هنا يبدا يحصل ضغط هنا ويعمل لي مشكله هنا. وبالتالي المشكله غالبا ما بتبقاش هنا في عند الغضروف عند مكان الوجع عند العيان. المشكله بتبقى جايه من مكان تاني خالص سواء من قدام في البطن او من فوق تمام. قبل المشكله دي. وبالتالي انا لما بعد ابدا اعدل كل الاجزاء اللي حوالين الغضروف دي الغضروف نفسه بيرتاح. يعني زي ما قلنا ممكن تكون مشكله عضويه، ممكن تبقى مشكله بالظبط مشكله من مكان تاني خالص. لا رجعني بتاع تاني عشان انا هسالك سؤال. اتفضل اتفضل. طيب عموما بقى في ناس كتير قوي بتشتكي من ضغط الغضاريف على الاعصاب. جميل. احنا بنقدر برضو يعني نعالج الموضوع ده ما نلجاش الحقن للغضاريف او الكلام ده كله؟ ده صحيح الحمد لله رب العالمين. يعني برضو نفس الكلام احنا يعني نفس الفكره، احنا اول ما بنظبط العمود الفقري وبنظبط الميكانيكيه بتاعته هو خلاص العمود بيرتاح جدا، المشاكل اللي موجوده والضغط على الاعصاب بتبدا ترتاح جدا، وبالتالي شكوى العيان بتبدا ترتاح. كويس. في جزء تاني احنا بنبدا بس نعمل فيه حاجات، ان احنا بنعمل تاهيل خفيف جدا، ان احنا يعني نخلي بقى العضلات اللي حوالين العمود الفقري نفسها تمسك وتشد شويه، بس غير كده ما بيبقاش في حاجه. احنا لما بنعالج سبب المشكله خلاص المشكله نفسها كلها بتروح. ده للعمود الفقري بالكامل، ده للعمود الفقري بالكامل سواء فقرات الرقبه او الفقرات الصدريه او الفقرات القطنيه. ما عندناش اي مشكله. استاذنك معانا رجب من الاقصر، مكالمه تليفونيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. انا بحييك وبحيي الدكتور وبحيي احسن فريق اعداد قناه صح وجمال. الله يبارك فيك يا رب. فريق محترم وبعد كده بتسهلونا كل حاجه وربنا يبارك فيكم. الله يبارك فيك يا رب، تحت امرك يا استاذ رجب، اتفضل حضرتك. الحمد لله وحده. بالنسبه لسؤال للدكتور، اتفضل. كان عندي غضروفين في العنقيه. تمام. وعندي غضروف في الرابعه والخامسه قطنيه، وكان كشفت عليهم في مصر قال عندك ضيق في القنوات العصبيه. تمام. فعملت الضيق اللي هو في القناه العصبيه، فبعد ما عملت الضيق ده يا رجلي الاثنين مولعين نار. النهارده اجت من شهر ما خليتش اي دكاتره. رجلي دي مولعه، انا لازم احطها في ميه ساقعه حتى يمكن تغص عليا. صحيح. فياريت الدكتور يشوف لي اي حاجه، ربنا يبارك فيه ويديله الصحه والعافيه يا رب. تمام. اتفضل يا دكتور رد بس يعني. طيب خلينا نقول حاجه بس ببساطه شديده جدا. هو طبعا الـ 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 المشكله يعني الـ يعني الاستاذ رجب بيتكلم فيها ان حصلت مشكله عنده ان الغضروف كان طالع وعمل او حصل اي سبب خلى دي في القناه الشوكيه. تمام. القناه الشوكيه دي بتبقى موجوده هنا كده، لما بيحصل ضغط جامد عليها الاعصاب نفسها بتبقى مخنوقه جدا. طيب وهو عمل عمليه يعني معلش شاورينا عليها تاني بعد اذنك. جميل. القناه الشوكيه بتبقى موجوده جوه هنا، دي القناه. تمام. اللي فيها الحبل الشوكي. تمام. والغضروف بيطلع من ورا، هو الاحمر ده الغضروف كانه طلع. تمام. ده الاحمر ده وطلع ده يضغط على الاعصاب دي نفسها، وبالتالي العيان بيبقى بيصوت. جميل. هو عمل الحمد لله العمليه والامور الحمد لله ارتاحت. هو في الغالب عملها وايه اللي حصل؟ ارتاحت راحه بسيطه. ليه؟ لانه ما عالجش سبب المشكله تاني، ده اللي احنا بنقوله. هو عالج المشكله هنا فقط، الضغط اللي كان طالع ده. الضغط اللي كان، لكن السبب الاساسي، لكن السبب الرئيسي اللي كان جاي من كل حته من بعيد جسمه ما اتعالجش، وبالتالي كمان شويه بيعمل ايه؟ بيدخل تاني في جراحه تانيه. يعني كمان شويه تاني هيحصل ضغط تاني. تمام. لانه سبب الاصل للموضوع ما راحش. يعني احنا يعني نعتبر ان ده عرض، ده عرض لحاجه تانيه. بالظبط، ما ده اللي احنا كنا بنشرحه. تمام. من شويه، ان ده عرض مش مرض. يعني تمام. ده عرض، ده الاساس، مش ده الاساس. الاساس بقيت جسمه، عشان كده هو دلوقتي حنان بيشتكي من اكتر من مكان، واشتكى تاني من نفس الرجلين تاني اللي هو دخل عمل عليهم. بالظبط، عمل عليهم مشكله فتره طويله. مش بالظبط، بقى له شهر فيه. بالظبط، بعد ما عمل العمليه رجع يشتكي تاني. ليه؟ لان الضغط لسه موجود. هو بس كل حكايه ان هو شاله فتره ارتاح شويه، بعد كده رجع تاني اصعب من الاول، لانه بقيه الجسم ما ظبطش او ما ظبطش كويس بالنسبه له. تمام. طيب هنرجع تاني ونقول الاستيوباسي او الطب التقويمي. تمام.
انت حضرتك في يعني في العياده عندك او في امتى المريض يجي لك وانت تقول له انا اسف معلش مش هقدر اعمل لك حاجه؟ جميل. طب معلش انا اسف، معانا تليفون احمد من البحيره، اهلا بيك. الو الو، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضل. اهلا بحضرتك. انا بشكر حضرتك وبشكر الدكتور. الله يبارك فيك، نورنا. اتفضل استاذ احمد. حضرتك كدكتور انا عندي غضروف في الرابعة والخامسة. انا عايز ابعد عن الجراحة. عنقية ولا قطنية؟ عنقية ولا قنطية؟ استاذ احمد. انا برتاح بصراحة بالمشي. اما بمشي كتير برتاح. فمش عايز اعمل جراحة. ممكن حضرتك يعني تفيدني اعمل ايه او اخد ايه؟ طب استاذ احمد حضرتك سامعني؟ استاذ احمد. ايوه يا فندم معاك. الرابعه والخامسه قطنيه ولا عنقيه؟ لا قطنيه. قطنيه، تمام يا فندم، اتفضل كمل، اتفضل. تمام يا فندم. تمام. مشكور حضرتك يعني توصف لي اي حاجه او اعمل ايه بالظبط. ماشي يا فندم، شكرا ليك يا استاذ احمد، شكرا استاذ الدكتور علاء. تمام. طيب هو طبعا بيشتكي من الفقرة الرابعة والخامسة القطنية، هو بيشتكي من ان هي فيها غضروف، بس هو على الحقيقة من الشكوى اللي هو بيقولها هي المشكلة هنا كده مش في الغضروف غالبا. المشكلة هنا في حاجة اسمها مفصل من المفاصل الجانبية للعمود الفقري، المفصل اللي مسؤول عن الحركة يمين وشمال. المفصل ده عادة بيبقى فيه خشونة نتيجة، هو أنا مش عارف لسه الهيستوري الكامل بتاعه والتاريخ الطبي بتاعه كله، مش عارف إذا كان هو مثلا بيقعد كتير أو بيقف كتير، وده كتير جدا من الناس بنشوفها، الناس اللي بتقعد على مكاتب كتيرة أو الناس اللي بتقف فترات طويلة. الشغلانات اللي على حسب الشغلانة اللي هو بيشتغلها أنا معرفش هي إيه، ولكن بنسبة كبيرة هو واضح إن هو بيعمل حاجة فيها ثبات فترات طويلة، يعني يا إما بيقعد كتير يا إما بيقف كتير. طب ده بيعمل ايه في الاخر؟ ده بيسبب لي ان المفصل ده، مفصل اللي مسؤول المفاصل الجانبيه اللي بتحرك العمود الفقري ما بتبقاش بتتحرك كويس. تمام. وبالتالي هو دايما حتى دلوقتي بقى بيقول ايه، انا برتاح لما بمشي. معنى كده انه لما حرك مفاصله فتره طويله بقى مرتاح، لما بيبطل يحركها بيبقى مش مرتاح. اتفضل. معانا تليفون تاني، هاني من كفر الشيخ، اهلا بيك. الو. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا ابو، اتفضل يا استاذ. احنا بنشكر حضرتك على البرنامج ده الاول. الله يكرمك يا رب. وكنت عايز اسال الدكتور، انا والدتي عندها المناعه الزايده او ما بيسموها بالفرط المناعه، فاثرت على رجليها واثرت على ايديها، وبعد كده الدكاتره بداوا يدوها بلازمات، فاللي اتحرك حاليا ايديها بس رجليها لسه ما بتتحركش. هل العلاج الطبيعي ممكن يخلي رجليها تتحرك، ولا هو كده اخر العلاج مش هتجيب نتيجه تانية بعد كده؟ تمام، شكرا ليك استاذ هاني، اتفضل يا دكتور. طيب مبدئيا يعني المشكله دي طبعا حلها الاكتر طبعا هو بيبقى بياخد ادويه في الاول، يعني الحاجه بتفضل تاخد ادويه مع دكاتره يعني البطنه او دكاتره المناعه عادي جدا، ثم بعد كده او معانا وهي في نفس الوقت واحنا شغالين، بنبقى احنا شغالين بطريقه تانية ان احنا بنحسن لها الحاله العامه بتاع الجسم، يعني بندور ليه المناعه اصلا عاليه. احنا فعلا المناعه دلوقتي موجوده وعاليه في الجسم، طيب انا سؤالي بقى ليه المناعه عاليه؟ طيب. فانا ببدا عن طريق فحص يدوي يعني بطريقه معينه، انا ابدا ابص على الجسم كله واعرف ايه اللي بيحصل فيه. وفي الغالب ده اللي بيبقى حاصل، انه بيبقى في مشاكل من اماكن تانية ما بتبقاش مظبوطه ميكانيكية يعني معينة، وبالتالي بتسبب لي إن هي ما بتعرفش توقف. احنا بنساعد في الحالة دي الحمد لله، بنساعد كويس جدا، وان شاء الله نبدأ نوقفها، بنبدأ نمشيها بالتدريج. بس طبعا هو الموضوع بياخد شوية وقت، مع ان هي بتبقى بتاخد جرعات الدواء العادية بتاعتها ان شاء الله بإذن الله. تمام. استاذة رضوى، بعد 3 جلسات ايه الفرق؟ لا فرق كبير، يعني فرق طبعا القولون الحمد لله مرتاح جدا. تمام. ما عنديش مشكله فيه. حاجات تانية بقى انا شخصيا ما كنتش واخده بالي منها، يعني فكره الشد العضلي المزمن اللي عندي ده انا ما كنتش حاسه ان انا عندي، يعني خلاص متعايشه معاه ومتاقلمه معاه. فتبتدي تحس ان انت لا انت نفسك ريلاكست كتير. العمود الفقري مساعدني، يعني انا مثلا في الاول ما كنتش اقدر انزل جيم، عشان لما بنزل جيم في حاجات معينه ما ينفعش اعملها علشان بتوجعلي ظهري جدا، فممكن ما اعرفش انام بالليل. لا دلوقتي لا خلاص الحمد لله ابتديت ارجع تاني، ابدا اتحرك عادي تاني. يعني كل حاجه في الصحه عامه، انت بتحس ان انت احسن، انت ما بتعرفش تحط ايدك على حاجه معينه، انت بتحس ان انت احسن. بس الشكوى اللي انا رايحه منها اللي هي القولون،
دي اتعالجت. اتعالجت دي اتعالجت اه يعني دي خلاص. يعني نقول احسن ولا انت حضرتك قطعا ان هي الموضوع بقى يعني بالنسبه لك احسن، او الفترات بتاعت النوبه بتاعت القولون بقت ابعد؟ لا لا، بس انا على فكره يعني هي اول جلسه بس حسيت بفرق بسيط جدا، يعني ما حسيتش ان الحياه اختلفت تماما يعني. تمام. تاني جلسه هو اللي ابتديت المس فعلا ان لا الموضوع في فرق، يعني اللي هو لا ده في نتيجه وفي فرق وبيعمل حاجه. تالت جلسه بقى هو اللي لا الحمد لله يعني ده فعلا بقى خلاص بطل فيها الادويه خالص. انا كنت في الغالب باخد مسكنات، يعني كمان كنت تقريبا بتعالج غلط يعني في ان انا ما باخدش دواء للقولون، باخد مسكنات اللي هو عايزه اعدي الوجع. مفيش متابعه، احنا بنعدي الوجع وخلاص. اه انا عايزه اعرف اعيش حياتي اليوميه عادي وخلاص، فعماله اخد في مسكنات وبس يعني. تمام. فده بقى فرق معايا جدا يعني، خلاص لا ما باخدش حتى الحمد لله المسكنات دي ولا اي حاجه، وهستمر يعني لسه هفضل مكمله لحد ما اخلص الست جلسات على بعضهم يعني. تمام. دكتور عمرو اتفضل. يعني نصايحك للناس بعيدا بقى عن ان احنا بنقول ان احنا بنعالج حاجه مرضيه وحاجه عرض ممكن يكون اساسه مرض تاني خالص، ايه النصايح يعني سريعا كده ان احنا ممكن نقولها للناس عشان تتفادى اصابات العمود الفقري والمفاصل؟ تمام. طبعا اول حاجه ودي دايما حاجه احنا بننصح بيها الناس كتير حتى اللي بنعالجهم، هو احنا ما ينفعش نثبت على وضع ثابت لفتره طويله. بمعنى ان احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا وتطور كبير شويه، فاحنا عندنا سرعه الحياه نفسها عاليه شويه، وبالتالي الناس يا اما قاعده كتير جدا يا اما واقفه كتير جدا. تمام. فاحنا الاثنين ما ينفعش، زي السؤال اللي قبل ده، احنا قطعنا او المكالمه قطعتنا بالظبط، يعني ما نفضلش ثابتين على حاله واحده. ما ينفعش نفضل ثابتين على حاله واحده، كل نص ساعه لازم يتم تغيير الوضع. الحاجه الثانيه اللي بننصحها الناس هي رياضه. طب مش قادرين نعمل رياضه؟ ابسط حاجه خالص هو المشي. ان احنا نتمشى نص ساعة يوميا، بس مشي متواصل، يعني مشي رياضة، مش مشي ان انا رايح اشتري حاجة او لا، مشي رياضة، لانه ده بيفرق معانا كتير جدا جدا جدا، بينشط الدورة الدموية كويس جدا، بيحسن حالة الجسم كويس جدا. الحاجة التالتة شرب المية. ناس كتير جدا بتغفل عن الموضوع دوت، ناس ما بتشربش مية بكميات كويسة. احنا المفروض نعمل لنفسنا كده ان كل ساعة زي منبه نشرب فيه كوباية مية. طيب. بس بإذن الله. ألف سنة. شكرا لكم على متابعتكم لينا في البيت الكبير، على وعد ان احنا ان شاء الله السبت القادم نكون معاكم. شكرا، نورتونا. شكرا.